تبرعت اختي بلي بوكيني من عند شي ان الثمن اللي رخيص راه دايرين لكم واحد بروموسيون وزائد اختي الكود برومو راه شوفوا لي اش خديت لالا السجود باش ما تغرقش ليا اختي في البحر خديتو اختي من عند شي ان هذا يا اختي خديه لبنيتك ولا لوليدك راه كاين ديال الاولاد وكاين ديال البنات شي حاجه اللي زوينه يا البنات هذا كيبقاو غير فوق الماء يعني دائما كنهزكو في الله سبحانه وتعالى كنقول يا ربي يا ربي تغلبني على من عاداني ويا ربي سبحانه وتعالى تبعد عليا شر الخلق هذا اللي كنطلب دائما الله سبحانه وتعالى قولوا لي شكون هي اللي بحالي ملي كدير شي كوموند كتبقى تسنى فيها فارغ الصبر واخيرا وصلتني الكوموند من عند شيئين هالطلبيه اختي درتها وانا باقا في المغرب وقلت ان شاء الله غادي نشاركها معكم فيما كانت شي همزه كنشاركها معكم هنا اختي كاينين هميزات هما البنات هاد الكوموند وصلتني قبل ما نوصل انا هنايا لفرنسا كيدايرين بعدا الغزاله ديالي اش كتعاودوا بخير امركم هانيه كيدايرين مع شي صهد الناس ديال المغرب كيدايرين مع الحراره هضرت مع الوالده قبيله قالت لي عرفتي بنيتي واحد الحراره الصهد وانا ندور لها قلت لها ماما ديري الكاميرا قلت لها دوري تشوفي قلت لها الشتا اللي عندنا حنايا عرفتوا البنات الشتا خيط من السما جيت اختي جيت مع البرد والشتا قالت لي راني شتات واحد الفيديو كنت حطيت واحد ستوري قالت لي راه الشتا عندكم الشتا راه كيغدا في الطريق قلت لها ماما رجينا مع الشتا نتبردوا اختي شويه عرفتوا راه كانت الحراره ايوا الغزالات ان شاء الله الله يجيبكم على خير وبخير الناس اللي غادي يجيو الله يجيبكم على خير طريق السلامه وغير بشويه عليكم في الطريق غير بشويه راه الطريق غادي تكون عامره انا الحمد لله جيت في الطريق مخفه يعني ما كانتش الدنيا عامره واحسن حاجه هي تجيو في هذه البقيسه هذه اللي جيت فيها البنات انا كتكون الدعوه يعني مخفه يعني ما كيكونش الزحام بزاف فهمتوا ايوا اختي جيت ثاني رجعت للهميزات راه شاركت معكم اختي اكسيون شاركت معكم بريمارك شاركت معكم كل شيء ولكن هذا الشيء ملي شاركت معكم البنات راه حتى ارتاحيت راه تقريبا 4 ايام وانا هنايا في فرنسا وارتاحيت اختي وقديت اموري وقديت حويجاتي وعاد اختي مشيت شاركت معكم الهميزات ما تبقاوش اختي تكتبوا لي شي تعاليق هذوك الناس اختي اللي عيف ما حطيت شي فيديو كتبداو تكتبوا لي دوك التعاليق لا اله الا الله محمد رسول الله هذه راه الخدمه ديالتي وهاد القناه هذه الحمد لله هاد القناه قناه زوينه وبزاف الناس اللي استفدوا منها والحمد لله يعني وكاينين الناس متبعيني يعني تبارك الله ما شاء الله راه شوفوا تبارك الله لي زابوني اللي عندي راه ماشي الناس عيجاو اشتركوا معايا ماشي عيجاو اشتركوا عندي في القناه كل ما عرفوش قناه زوينه راه ما غاديش يشتركوا وما غاديش اختي يوصلني هذاك الدرع الزوين اختي اللي كتشوفوا فيه من عند الحبابات ديالي هذاك كنسم هذاك شوفوا هذاك ما نكذبش عليكم هذاك ديال الغزالات ديالي هذاك ديالكم نتوما اللي متبعيني ودايرين فيا الثقه ويعني هذاك وصل بسببكم نتوما وبفضل الله سبحانه وتعالى كل ما كنشوف نتوما ما غاديش يوصلني هذاك الدرع البنات لهلا يخطيكم شكرا كنهديه لكم كاملين وحده بوحده ايوا البنات قولوا لي اسماء صافي دوزي الفراجه ورينا شنو كاين هنا البنات هنايا غادي نشارك معكم هميزات زوينين لي بوركيني عرفتوا لي بوركيني ديال شيئين طوب البنات واعرين اش نقول لكم ناضين البنات كلشي كيسولوني على البوركيني ديالي الكحل اللي خديت وكنت بارطاجيته معكم ملي بغيت نمشي للمغرب وكيسولوني على بزاف البنات اللي تسولوني في لي كومونتير اسماء من خديتي البوركيني ديالك خديتو حبيبه ديالي من عند شيئين واجي اختي تشوفي لي شنو خديت ثاني هنايا هذا الشيء راه اختي راه شوفوا راه بقيت في ملي مشيت للمغرب بقيت اختي باركه وكنعمر في الباني وصيفطني شال الكوليه عند صاحبتي قلت لها شوف اصحيبتي غادي تجي عندك واحد الكوليه ديالتي خليها حتى نجي اختي ونبارطاجيها مع الغزالات ديالي ايوا مشيت اختي خديتها وغادي نشاركها معكم غادي هادشي غنشاركو معكم البنات باش نقول لكم راه بروموسيون الا بغيتو تاخذوا تستافدوا خذوا لاطاي شويه كبيره لوليداتكم ولا بغيتو تاخذوا حتى ليكم نتوما في هاد البقيته كيكونوا دايرين بزاف ديال لي برومو على في الدوبي يعني في فاش كيكون داخل الصيف كيكون يعني شويه كيكون الغلا انا خديت البوركيني ديالي انا خديته البنات غالي يعني خديتو كدا 30 اورو دابا اختي راه الرخال اللي بغات اختي تاخد راه كاين بروموسيون وزائد اختي من الفوق كاين كود برومو ديال اختكم اسماء ايوا اختي اختكم اسماء راه مبرعاكم دائما اختي بالهميزات جبت لكم كود برومو ان شاء الله اللي وصلت اختي في الباني عمرت الباني ووصلت اختي 29 اورو غتنقص لك 15% الا درتي الكود برومو ديالي واخا راهم اون بروموسيون يعني كيبقاو اون بروموسيون وزائد يعني الكود برومو ديالي كتزيد تنقص لك وإلا وصلتي اختي 69 اورو كتنقص لك 20% الغزاله ديالي عمري الباني ديالك باش ما بغيتي وديري اختي الكود برومو يعني بهذا الشيء اللي غادي نبارطاجي معك دابا بداك الشيء اللي عجبك انت في عند شي ان اي حاجه عجبتك عمري الباني اول حاجه اختي غنبارطاجيها معكم هي اختي هو هذا المايو دبا هذا ديال سجود اللي عز عليكم الله يحفظكم الله يخلي لكم وليداتكم ديما كتبلغوا لي السلام بوسي لنا السجود يلا اختي نعسات وقلت لها خليني اختي ندير واحد الفيديو بعد ايه بنتي بقات باركه هنايا وكتقول
قبل مع الكاميرا وكتقول لهم السلام البنات كي دايرين، ديروا لي ابوني، انا اسمي بلا فيتا. عرفت بقيت كنضحك نضحك نضحك، ومني جيت بغيت ندير فيديو قلت لها يلاه سيري سيري لهي الصاله خليني ندير الفيديو ديالي. عرفت بقيت البنات والله الا كنلبس حوجي وكنضحك. الله يحفظ لينا وليداتنا وليداتكم وليدات المسلمين اجمعين. اللي ما عندهاش وليدات الله يسهل عليها ويحل حزامها ان شاء الله وياتيها ان شاء الله بالذريه الصالحه. الغزالات ديالي شوفوا لي اختي المايو ديال السجود هذا، شفت واحد القاوليه كتعاون في بنتها باقي يلا صغير ما عندها شي 4 شهور ولا 5 شهور بحال هكا، بركا كتعاون فيها وتعرفوا فوق الماء وداك في داك لابيسين وهذا، وهي طالعه فوق الماء هكا. وانا نقول لها فوزافي اشتيو مدام، قالت لي خديته من عند شيئين وانا ندخل لختكم وبركس. يعني كنت داخله عيل قبل هذا تصدقت وليت على حوايج اخرى غادي تشوفهم ان شاء الله. مور البنات هذا خديته من عند شيئين، الا بغيتو تاخذوه لبنياتكم ولا لوليداتكم راه كاين ديال لي كارسون وكاين ديال لي في. هذا اختي مايو شوفوا ويتي ويتي اختي شحال زوين، خديته ليها بوغ لاني بروشين ان شاء الله الا طولنا ربي في العمر. خديته ليها العام الجاي البنات، شوفوا من هنا كيفاش كيجي. شتو مايو عادي وهنايا البنات كيجي من فوق، شوف هنا كيجي من فوق. هادو راه ماشي يعني كيدغيا كيتفشوا ولا كتنفخيهم انت، جايين من عندهم منفوخين، من عندهم كيجيو منفوخين. هاد الديكور زوين. والبنات واحد الحاجه نقولها لكم، لي مايو دبان ديال شيئين راه ما كيكشفوا ما حتى شي حاجه. انا راه خديت من عند بزاف المغازات بلا ما نقولهم لكم البنات، والله ما كذبت عليكم، الا كشفوا وتمحاو والثوب ديالهم تمحى ديال شيئين واخا يضربوا عندكم اعوام واعوام البنات ما كيخسروش. يعني هذا الشوب البنات اللي شفتو معكم هذا ديال ايه صدق زوين صراحه واعر واعر. هذا خديته من عندهم فاش كنت غادا المغرب، خديته كيجي الشورت ها نتوما البنات كيجي بحال هكا بغيتو تاخذو. وحتى الاخوات اللي باغين بحال هكا بنياتهم يلبسوا مايوات يعني بحال لي بوركيني ديال البنات الصغار راه كاينين كاينين عند شيئين. هذا كنت خديته فاش كنت غادا المغرب وبثمن رخيص. دابا اختي خديت هذا السجود وان شاء الله ندوز ندير نوريكم شي اخرين، يعني الاخرين اللي كنت اللي خديت يعني مايوات الاخرين. خديت حتى لي بوركيني اختي هذا العام ما نكذبش عليكم، مشيت بقيت مع هذاك الكحل غير بوحدو عجبني هذاك الكحل وجاني مريح وجاني كونفورتابل وعجبني. عاوتاني ملي كندخل البحر مع لاصقه هذيك يعني واخا ضربني الموجه ما كيطيحش، حيت كاينين البنات اللي راه كنت قلتها لكم في واحد الفيديو، كاينين البنات مساكن عا كتضربها الموجه كتكون دايره هذاك البوني ايوا كيتلاح. واخا خديت واحد لي بوركيني فيهم لي بوني ولكن ان شاء الله غادي نخدم ليهم هذوك الكيب اللي كيتخشى ان شاء الله غنخدمهم ليهم. غادي نبارطاجي معكم هذا خديته ديال سجود ديال السجود راه كلفاتني اختي السجود ديال السجود هو الاول اللي خديت. هذا ديال ايه، هذا ديال ايه عرفتو حمقني حتى هو زوين. خديت تقريبا لبناتي كاملين، خديت لبناتي كاملين. شوف هذا خديته ايه كيجي بحال هكا، خديته ليها العام الجاي ان شاء الله. خديت ليها هذا خديت ليها لاطاي كبيره في العود ما غادي ناخذ ليها متنا 8 سنين، خديت لي انا 10 سنين البنات على حسب العام الجاي ان شاء الله باذن الله. شوفوا من هنايا كيجي خاوي في الجناب، شوف البنات كيجي خاوي في هاد السميطه هادي والكاليتي ديالو زوينه. كتجي معاه واحد لاجوب، يعني انا حيت بناتي ما نكذبش عليكم البنات مولفاهم يا اما نلبسهم شورت يا اما نلبسهم لاجوب، يعني كيما عودتي الوليدات كيما كيكبروا يعني سيرتو البنات. دابا انا بناتي ما يلبسوش المايو تبارك الله، ما يلبسوش المايو يعني ما كان الشورت ولا كانت لاجوب. يعني هذا راه هذا راه كنت خديت لها بالشورت ومازال ايا راه باقا صغيره. شوفوا خديت لها هاد لاجوب معاه يعني كتكون معاه البنات وبثمن اللي رخيص، راهم اون بروموسيون غير دخلوا البنات شوفوا راه كاين بزاف ديال لي بروموسيون ديال لي مايو دبان خذوهم في هاد الرخيصه. ايوا الغزالات ديالي وكنأكد كنأكد كنأكد البنات الكود برومو غادي نخليه لكم من فوق، لو كود برومو ضروري ضروري تطابيو الكود برومو باش تزيد تنقص لكم. وبارطاجيو البنات هاد الفيديو هذا باش تعم الفائده وكلشي يستافد، وكنبغيكم نتوما تستافدوا. وحتى انا يعني ملي كنحط شي فيديو يعني راه كنتمحل وكنتمرت عليا اختي، راه ماشي ساهل باش تديري فيديو وديري لي اختي المونتاج، كنبغي التفاعل ديالكم. الغزالات هذا اختي خديته بوركيني، هذا خديته لبنتي الكبيره، هذا بوركيني خديته لبنتي الكبيره كيجي بحال هكا البنات كيجي كيحمق شط غزال فن. انا حيت بحكم عندي واحد في الكحل كنت بغيتو ليا، ولكن قلت انا عندي واحد في الكحل خديته لبنتي كيجي على هذا الشكل وكيجي بالسريويل ديالو. هذا راه تقدري تاخذو يعني تاخذو الاخت بحالي يعني عادي، انا نقدر نلبسو حيت يعني مستور فهمتوا البنات راه مستور وزوين. شوفوا من هنايا كيفاش كيجي المونتيف ديالو غزال والكاليتي ديالهم زوينه. هذا خديته ليها حيت هي ما كديرش الحجاب، يعني خديته ليها بحال هكا ما فيه لا بوني لا حتى شي حاجه البنات، وفيه السنسله هنايا شتو دي زوين فيهم، فيهم السنسله ولا كاليتي، كاليتي ديالهم طوب البنات، كاليتي طوب دو طوب البنات.
شي حاجه اللي واعره يعني ما غاديش ندموا عليها. ايوا اختي خديت اختي هذا، وهنايا خديت اختي هادو ديالي، غادي ان شاء الله نبدل بهم. بعدا الكحل خليته في المغرب البنات، الكحل خليته كنت مخليه واحد في البلوماغين، وداب وهادو عارف فاش مشيت دابا خليت الكحل في المغرب، يعني بحال هكا ما ديتش معايا هادو نسيتهم، وبزاف الحوايج نسيتهم في خبركم البنات، والله ما كذبت عليكم الا بزاف الحوايج نسيتهم، حتى جيت عاد كيبانوا ليا. عرفتي واحد الثرموس الثرموس عيطت اختي تميت غدا في الطريق دابا نوريها لكم، ويقول لي راجلي فين القهوه، قلت له ويلي نسيتها، خلي الثرموس اللي كنت شريت من الاكسيون وريتها لكم هذيك الكبيره فديتها، جا هي باقا بتيكي ديالها غنوريها لكم البنات. شحال من حاجه نسيتها، كنقول اللهم احسن نسيت شي حاجه وما ديتهاش، على راسي تكون عندي في المغرب، راه قلتها لكم في هذاك الفيديو اللي كنت حطيت لكم، قلت لكم راه بزاف الحوايج كنخلي معنا في المغرب. خديت هذا حمقني، ولقيت بزاف ديال الناس كيتكلموا عليه زوين، واحد الوحده كانت مصوره نيت به عجبني، خديت اختي هذا كاين السروال بوغ يعني بوغ موا اختي ديالي. كاين اختي الفوقاني هذا اللي زوين فيه، يعني مستور بزاف البنات، مستور واحد الدرجه ما تصوروش. هانتوما انا غادي ندير ليه ان شاء الله واحد البوني في الغوز، قولوا لي انتوما البنات في لي كومونتير اش من لون ندير ليه، غادي ندير ليه واحد الحجاب، غادي نخدم ليه حجاب، يا اما غادي نديرو ليه في الغوز فوشيا ولا غنديرو ليه في البلو، قولوا لي انتوما البنات. كيجي هكا طويل ياك، وكتجي معاه لاجيب، شوفوا البنات لاجيب كتجي طويله، نقدر نديرو ليه نصايبو ليه غير من هاد لاجيب حيت هو اصلا طويل، وزاد هاد لاجيب هادي حتى هي طويله البنات، يعني كيجي 3 بياس واعر 3 بياس البنات، زوين شي حاجه فينا. قولوا لي انتوما الراي ديالكم واش عجبوكم اختي مشترياتي او لا. ايوا اختي خديت هذا بون، هذا البنات عطو نقول لكم بلاتي باش نمشيش غلط، هذا هو السروال ديالي، هذا شتو هذا هاد البلوماغين هو السروال ديال هذا باش نمشيش غلط، السروال ديال هذا، هذا هو لونسومبل ديالو، هذا السروال ديالو كيجي 3 بياس، وهذا كيجي 2 بياس، هذا البنات كيجي 2 بياس شتو، يعني تقريبا تقريبا غادي ندير الغوز فوشيا. نقول لكم علاش البنات الغوص فوشيا، غادي ندير الغوص فوشيا حيت نقدر نلبسو مع هذا اللي وريتكم دابا، ونقدر نلبسو مع هذا، يعني غنقدر نلبسو مع بجوج، فهمتوا؟ دابا اختي صافي انايا ما بقيتش ندور، مشيت لي بوركيني نهائيا. والو يا البنات غادي يمكن نمشي للمغرب وغنبدا نكري لي بوركيني، ويقول لي اسماء اش هذا الشيء، دابا راه خديت غير جوج، ماشي زعما شي حاجه كثيره، راه غير هذا وهذاك، ها ما اختي غير جوج، وهذاك اللي عندي في المغرب الكحل. ساع البلوماغين البنات مابقاش كيجيني، يعني البلوماغين اصلا ما تعجبنيش في اللبسه، يعني ما كنتش واخده من شي ان، كنت واخده من عند واحد السيده ما تعجبنيش اللبسه ديالو، حتى هو زوين ولكن انايا صافي دابا مع خديت هادو صافي ما بقاش هذاك غادي نلبسه. شوفوا البنات كيفاش كيجي الشكل ديالو، الايديات ديالو كيجي بحال هكا، والكاليتي ديالو زوينه، حتى هو البنات فيه السنسله هنايا، شوف فيه السنسله هنايا وفيه السروال، هذا كيجي دو بياس. يلا قولوا لي البنات الراي ديالكم شويه، يعني نخرجوا شويه، بغيت نخرج شويه من الكحل، يعني الكحل راني واخداه راه عندي، وقلت ناخذ هادو. انا خديت لبنتي حتى هي واحد، اختي عمرت اختي هاد 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 الباني هذا، هاد الكوموند هادي عمرتها غير بلي بوركيني، ها لي بوركيني فقط. وانتم البنات ماشي بالضبط تاخذوا لي بوركيني، يعني بغيتوا تاخذوا لي بوركيني بوركيني، بغيتوا تاخذوا لي مايو دو با، بغيتوا تخلطوا في الحوايج، يعني تقدروا تخلطوا وتعمروا الباني ديالكم قد ما وصلتوا، ماشي بالضبط غتوصلي 29 اورو لا اولا توصلي 69، يعني تقدري ديباسي يعني 29 اورو ديباسي 69 اورو كيما بغيتي تعمري الباني. انا عطيتك لو كود برومو، اي كوموند درتي طابي لو كود برومو باش تنقص لك، فهمتوا؟ يعني واخا هو بروموسيون قلتها لكم البنات، مش بقاش نعاودها لكم. خديت الدعاء بنتي هذا، هذا خديته ليها عجبني صراحه، كيحمق البنات، شوفوا حتى هو كيجي بالشورت، انا بنيتي قلتها لكم كاملين تيلبسوا الشورت، شوف ها هو اختي جاب الشورت غزال اختي. دابا ان شاء الله الا طور ربي في العمر، وكنت غدا العام الجاي ان شاء الله الا سهل الله، كنت غدا المغرب سواء كنت غدا المغرب سواء كنت غدا هنا، يعني ضروري كنبغيو نمشيو للبحر، كنبغيو نمشيو لابيسين، واخا ما غنمشيش للبلاد يعني غادي نمشي هنايا لابيسين والبحر، ولكن ان شاء الله كنتمنى نمشي للمغرب، حيت ما نكذبش عليكم بلادنا زوينه، بلادنا غزال، وما كنسخوش بها وما سخيتش بها هذا العام، وحق الله البنات ما سخيتش ما سخيتش نجي، ولكن هذه هي الظروف، هذه هي الغربه، خصني عندنا ما نديرو. شوفوا البنات الشكل ديالو كيفاش كيجي، وراه الثمن ديالهم راه رخيص ما غاليش، يعني باغابوغ مع بلايص اخرى راه يعني هادو الثمن ديالهم راه رخيص البنات، كيجي كما قلت لكم على هذا الشكل هذا. واخر واحد اخر واحد اخر واحد خديته خديته لميمتي، الا بغات تلبسو ليا مع ماما ما كتلبسش لي بوركيني، ولكن نتمنى 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 ماما تلبسو ليا حيت مستور
ماما ما كتعومش في البحر الناس، راه ماما ما كتعومش في البحر، باش نقولها لكم ما كتعومش في البحر، ولكن هذا يمكن غادي نرجعوه، هو بالي عريض ولكن غادي يمكن نزيد طايه كبر، غادي نزيد طايه كبر، هو عريض ولكن غادي نزيد، هي كتبغي ماما شي حاجه اللي عريضه، ولا غادي نشوف نقدر كاع نكارديه ليا بوغ موا، وماما غادي ندير لها شي كوموند باش عيت تبقى تلبسو، حيت ماما ما كتعومش يعني غتبقى تلبسو وصافي، فهمتوا؟ بحكم يعني جبت ماما في الفيديو وجات الفرصه باش نهضر لكم نيت، جابت الهضره وباش نهضر لكم نيت على الوالده. كانت واحد الاخت خلات ليا واحد التعليق، اش نقول لك اختي؟ الله يهديك الله يهديك، من هذا المنبر هذا تنقول لك اختي سيري الله يهديك، يعني كتبقاي كل مره كتبقاي كتكتبي ليا واحد التعليق كتكرري فيه، يعني هذاك التعليق كتبقاي، وعلاش ما ديتيش امك معاك الشمال، وعلاش خليتي امك وما ديتيهاش الشمال، مشيتي كتحوصي وخليتي امك ما ديتيهاش، واختي الله يهديك، واش انا غادي اي حاجه غادي نبارطاجها معاك درتها مع ميمتي؟ واش انت عندك شي عقل ولا ما كتفهميش؟ يعني راه بزاف عيقت يا اختي، كنقول لك الله يهديك، وامي راه يعني ما ديتهاش الشمال، كانت عندها ظروف، علاش ما ديتهاش الشمال؟ فهمتوا البنات؟ باش تكونوا عارفين، انا غادي يعني هاد المعلومه هذه غادي نقولها لكم حتى نتوما، يعني حتى انتيا انا عارفاك ضرك راسك علاش ما ديتش امي معايا للشمال، امي اصلا كان عندها لي ترافو، ماما كان عندها لي ترافو ما مشاتش الشمال، انا ولدي صيفطو جوج سيمانات قبل مني، انا صيفطو للمغرب جوج سيمانات، كما السطاج ديالو صيفطو للمغرب، ملي صيفطو قلت لها انت يا ماما كنا دايرين بروغرام على اساس غادي نهود انا الشمال، وانتيا غادي تجيتي والوالد ديالي وجيبوا معكم ولدي وجيو عندي الشمال، حيت انا كاريه دار كبيره، بارطاجيت معكم الدار اللي كاريه تبارك الله، جوج صالونات وجوج بيوتا، والدار ما شاء الله كبيره وعاد لا تيغاس، فهمتوا؟ شكون هذه اللي كتسخى بالوالدين ديالها، وشكون هذه اللي ما كرهتش الوالدين ديالها يكونوا معاها؟ صافي، مني الوالده ديالي كانوا غادي يجيها السيد اللي غادي يصايب ليها يركب لها الكوزينه ويركب ليها الالومنيوم ديال الحمام، قالت لي يا اسماء بنتي الله يرضي عليك غادي نصيفط لك غير ولدك، وخليه مازال ليا مها انت غادي تجي عندي ونسافر معاكم في ما مشيتو انا معاكم. انا راه امي باش نقول لك واحد القضيه، باش انت راني عارفك ضرك راسك باش تعرفي علاش ما ديتش امي وهذه وهذه، نقول لك واحد القضيه، امي انا راه ديتها جتها لاوروبا يا حصه، اوروبا اختي اللي راه بزاف البنات الله يحسن عوانهم باغيين يديو والديهم وما قدوش، انا جيت لامي لاوروبا في 2006، عاد اختي الشمال ما غنديش امي معايا، واوروبا اختي جيتها في 2006، راه دابا شحال تبارك الله راه 18 عام اختي، باش جات امي انت لاوروبا، وكانت كتجي عندي امي كل عام، وفي ما كنولد ولادي كتجي عندي امي انت، انا راه كنت واحد العلاقه ما تصوروش الناس مع الوالده ديالي، يعني باش ما نطولش لكم فيديو، كنت واحد العلاقه كبيره مع ماما، يعني كنت كنخرج معاها كندخل انا وياها كنمشي وكنتحتت معاها اي حاجه كانت يعني انا دخلت اوروبا باقا صغيره وشرطت على راجلي قلت لي غتجيب لي امي امتي وجاب لي امي امتي، حيت انا ما كنتش عليكم راجلي كيبغي والديا اكثر من كنبغيهم انا، اه البنات غتقول لي كيفاش كيبغيهم اكثر من انا راجلي كيبغي والديا لواحد الدرجه ما تصوروش، ملي كيكونوا عندي والديا كيتموا غاديين والله القسم الا كيبكي قبل ما نبكي انا، يلا وفاش كنا في الشمال كيعيط ليهم وكيعاود قال لهم ها انتم ما تجيبوش الطوموبيل، الوالد عنده الطوموبيل قال لي ما تجيبش الطوموبيل عخليها واجي في هذا في الدخان وانا نتلقى عليكم، ما تجيبوش الطوموبيل يلا، الواحد ما كيكونش عارف بزاف الحوايج وكيبقى غير كيجي وكيكتب لك هذوك التعاليق زعما راه تيقول لك زعما باش يقصحوني ولا يضروني، راه ما كنضرش انا واحد النوع اللي ما كنديهاش لا في التعاليق ما كنديهاش حتى في الناس اللي كيهضروا عليا، حتى الناس اللي كيجبدوني، حتى الناس القراب ليا اللي كيهضروا عليا ولا كيجبدوني ولا تيعايروني، راه ما كنديها حتى شي حاجه، انا كنديها في العمل ديالي وكنشوف قدامي، انا اختي غادا مع جنب الحيط، انا واحد الانسانه درويشه ما كنجبد حد، انسانه داخله سوق راسي، درت هاد القناه الحمد لله يعني والشكر لله، تعرفت على بزاف الناس زوينين، درتها اختي من 2017 وانا دايره هاد القناه تبارك الله ما شاء الله، دابا راه من 2017 لدابا راه 7 سنين درت اختي بارطاجيت مع الناس اللي ما كانوش كيعرفوا، والله القسم يا البنات الدرجه اللي تصور اللي تلاقيت مع واحد المتتبعه والله ما كذبت عليكم، ولا زدت شي حاجه ربي كيشهد عليا وما غاديش نكذب عليكم البنات، اللي كذب كذب على راسه، تلاقيت معها وبغيت اختي تكتبي لي التعليق راه كتفرج فيه المتتبعه ديالي، قالت لي اختي اسماء هي ساكنه في كازا، قالت لي اختي اسماء انا قالت لي عرفت بزاف الحوايج غير منك انت، قالت لي دخلت كندير في البريمارك وكندير في داكشي يعني ديال سميتو، قالت لي في اليوتيوب حتى كطلعي لي، قالت لي تابونيت معاك ملي دخلت لفرنسا وانا قالت لي كنتفرج فيك، بزاف الحوايج تعلمتهم يعني عرفتهم غير منك انت،
الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى اللي كنبارطاجي شي حاجه زوينه للناس. بزاف الناس اللي ما عرفوش، ما كانوش يعرفوا السواق ولا يعرفوهم، بزاف الناس اللي ما كانوش عارفين اكسيون. اكسيون ما كانوش الناس كيعرفوه، والله ما كانوا كيعرفوه الناس. اكسيون عرفوه غير بيا انا الحمد لله في 2017 بارطاجيت اكسيون، في 2017 بارطاجيت بريمارك. تبارك الله ما شاء الله الفيديوهات ديال بريمارك كيفاش كانوا الناس كانوا كيضربوا لي في المشاهدات، تبارك الله ما شاء الله. يعني الناس كيبارطاجيو وكيقولوا لي اسماء يعني كنتفرجوا في الفيديو ديالك بحال حنا راه حنا باركين معاك ولا حنا كندورو معاك، يعني كيفاش كتشرحي. وداك الشيء يعني تعلمته، ماشي تعلمته من شي حد ولا دخلت عند شي حد باش نتعلم، والله شهيد عليا ما كنت كنشوف في شي قناه، واصلا ما كانوش كاع ديك الساعه القنوات كيديروا هذا الشيء، يعني قليل القنوات اللي كيديروا، قليل كانوا لي فرونسي كيديروا، يعني الكبر كانوا كيديروا. ما كنبش عليكم، كانت كنت قلتها لكم مي سكري دون انا، كانت كنتلاقى معاها كانت كدير فيديوهات بحال هكا، ما كنتش كنعرفها افون، حتى من بعد تويت كندير فيديوهات هذو باش كنعرفها، هي اللي كنت كنشوفها صافي. يعني كنتلاقى معاها، يعني ماشي يعني كنشوفها، كنتلاقى معاها هي كتصور كتهضر فرونسي وانا كنصور بالعربيه. داكشي يعني كنت كان سبونطاني عادي، كنت كنبارطاجي داكشي عادي، كنقول لهم البنات شوفوا هذه، البنات شوفوا هذه، شوفوا هذه، صافي اختي هادشي اللي كاين. هاد 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 جبد هضره، جبدت هضره، صافي حبيبه ديالي هادشي اللي كاين. باش تقولي لي امك ما ديتيهاش معاك وكتكتبي هذوك التعاليق، مش نقول لك خليت لك الله ياخذ فيك الحق، حشومه يعني كتبتي بزاف، ماشي غير بهذاك الكونت. هذاك الكونت دايره كلشي سكرينات، والله القسم يا البنات دايره سكرينات بهذاك الكونت، تكتب لي بزاف، يعني ما دارتش شي تعليق زوين وقلت هاد السيده هادي متتبعه، معليش يعني بغات تعرف علاش ما ديتش امي، معليش. ولكن كنلقى بزاف ديال التعاليق كتكتبيهم اختي سلبيه عليا. واش درت لك حبيبه؟ انا راه ما عندي عداوه مع حتى شي حد البنات، والله ما عندي عداوه مع شي حد، وهذا الشيء راه ما كنبغيش نجبدو في القناه ديالي، يعني احترامي للناس اللي كيبغوني واحتراماتي للعائله ديالتي. كيقول لي اسماء ما تهضريش على هذا الشيء، خلي اللي بغى يكتب لك شي حاجه يكتبها، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، خدمي خدمتك وما تشوفيش وراك. وحق الله وهادشي اللي داير انا الحمد لله، حيت انا عندي وليداتي، عندي يعني عائله ديالتي الحمد لله، ماشي انا غنبدا نمرض راسي بتعاليق ولا بشي حد ولا لا اختي. انا الحمد لله مرضه راسي، يعني راسي اللي بغيت نمرض وغنمرض وليداتي مع خدمتي، والحمد لله انا ما كاينش شي حاجه اللي كتهز مني الشعره، باش تكونوا عارفين. يعني الناس راه ما كنعممش، كنعممش الناس اللي كيبغوني. كنشكركم دائما، تنشكركم، كاين الناس بزاف اللي كيبغوني، يعني ما غاديش نقول انايا الناس كاملين غادي يبغوني والناس كاملين غادي يكرهوني. يا اختي كل واحد وكل واحد وهذاك، يعني الاذواق كتختلف وكتحترم اختي، كل واحد وذوقه، كاين اللي باغيني وكاين اللي ما بغينيش، وانا ماشي مشكل، انا كنهضر على دوك شي ناس راكم عارفين راسكم شكون، الله يهديكم. هادشي اللي كنقول انا دائما كنهز كفوفي الله سبحانه وتعالى، كنقول يا ربي يا ربي تغلبني على من عاداني، ويا ربي سبحانه وتعالى تبعد عليا شر الخلق. هذا اللي كنطلب دائما الله سبحانه وتعالى، وربي راه كاين فوق منا، يعني راه ربي راه كاين فوق منا. عندكم تسحبوا هاد الدنيا هادي راه حنا دايما لينا ورحنا غادي نعيشوا فيها ما عرفتش شحال، لا راه ربي كيشوف، لا ما شافكش العبد راه ربي كيشوف. هادشي اللي كاين. الغزالات ديالي اخر، انا غادي نحط لكم واحد المقطع ديال في الدار عند الوالده، علاش ما مشاتش معايا. كنت صورته لكم، كدرت لكم جوله عند ماما، قلت لها قالت لي اش كديري، قلت لها راني كنصور، هو قالت لي مع من تشاورتي، قلت لها هاكي وصافي اختي غنحبس الفيديو. تقول لي لا ويلي عاد صورها كنضحك معاكم، بقينا كنضحكوا في ديك الوقيته فاش كنت بارطاجيت معاكم، فاش كنت بارطاجيت معاكم الهديه ديال الوالده. هادشي اللي كاين الغزالات، انا غادي نخلي لكم المقطع، ولا ما جاك كان غادي يجيكم فيديو طويل غادي نحطو لكم في شي فيديو اخر. الفيديو اختي بقيت نهضر فيه، بقيت اختي نهضر فيه، عرفتوا دابا كندير هكا وتيبان لي الخضر والخضر، هنا لابسه الخضر وهنا اختي لابسه هازه البوركيني في الخضر، يمكن هذا غنخليه ليا. قولوا لي نتوما البنات الراي ديالكم، هو راه طويل راه تبارك الله راه حتى الركبه، ها نتوما شتوا البنات راه حتى الركبه راه طويل، ولكن انا يمكن غناخذ ليها واحد طويل حتى لتحت بالسروال ديالو، هذا يمكن غادي نخليه ليا، غادي يجيها صغير، غادي ناخذ ليها اكبر طاي وناخذو ليها حتى لتحت وتبقى هاد تلبسو، هي ما غاديش تعوم، راه ما غاديش تعوم، راه تبقى تلبسو هكا في البحر وصافي. ايوا الغزالات ديالي، سمحوا لي الا كثرت عليكم، سمحوا لي جيتكم هاد الفيديو هذا، راه ما كنبغيش نخسر لكم الخاطر. الله يحفظكم يا لالي خطيكم. البنات ما تنساوش الكود برومو، ها هو الفوق، طابيو لو كود برومو. غادي نخلي لكم كاع هاد لي زارتيكل كلهم، غنخلي لكم لي ريفيرونس ديالهم اسفل الفيديو، اللي بغات شي حاجه اختي تكومونديها مرحبا على راس العين، شرف كبير ليا
ملي كتاخذوا شي حاجه كتعجبكم كنكون لابساها ولا كتعجبكم هكا ديال شي ان عندي وكتسولوني عليها وكتاخذوا بحالها، شرف كبير ليا البنات. الهري خطاكم عليا، شكرا، بوسه كبيره ليكم على الغزاله ديالي، ومع فيديو جديد وبسلامه عليكم. وبارطاجيو، ما تنساوش شنو واحد اللايك، لايكيو البنات وبارطاجيو، وخليو لي واخا غيق لي اختي وفرحوني به، الله يفرحكم.